البرلمان، كنا بننادي على البرلمان أن يتحرك، وبالفعل عندنا عدد من طلبات الإحاطة قدمت للسيد وزير النقل. فخلوني أقول لكم بالضبط طلبات الإحاطة. يعني عندنا طلب إحاطة من النائب أحمد مقلد للسيد وزير النقل، في عدد كبير من طلبات الإحاطة بتتواتر الآن. معي على الهاتف سيادة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات. سيادة النائب مساء الخير. مساء الخير يا أستاذة لميس، ازي حضرتك؟ حادث أليم بيوجعنا كلنا. صحيح، دور البرلمان وبالذات لجنة النقل والمواصلات. شوفي يا أستاذة لميس، سيادتك بتتكلمي الحقيقة في الموضوع بشكل مهني. أنا متابع حضرتك الحقيقة يعني، وشايف الأسئلة وشايف مدى عمق الأسئلة حتى اللي بتوجهيها عن عدد المصابين وأعمارهم. الحقيقة يعني تناول الموضوع بشكل إعلامي مهني، فأنا بحييك أولا على هذه. ربنا يخليك. يعني ما كنتش أتمنى بصراحة أن أنا أتناول هذا الموضوع، ولكن كلنا علينا. كلنا الحقيقة يعني، لكن ده واجب علينا كلنا ان احنا نتناول الموضوع بعمق حتى لا يتكرر مرة ثانية.